الشباب تصرفوا بوازع وطني وحماس وبثورة غضب اللي يعني يشعرون فيها. وما أعتقد أن كان قصدهم تخريب، وأعتقد أن كونهم دخلوا وطلعوا هذا دليل على أنهم محافظين على سلمية عملهم وحقهم في الاحتجاج ورفع مطالبهم بالإصلاح، والإصلاح المطلوب الآن إصلاح جذري، إصلاح يختلف عن الإصلاح الماضي. وإن شاء الله الشباب هذول المتحمسين والمدافعين أيضا، ولكن يحملون أيضا عقل وفكر وإيمان وإخلاص لهذا البلد ودفع أجل التقدم فيه.